زينك ممكن مرة تشوف لنا المعاملة. تكرمكم تكرم. هاي أخوي معاملتك طلعت من المم. لو سمحت راجع المكتب من البامل أستاذ مخلص. أستاذ مخلص؟ أيوة أخوي. يعني أنا سهلا. نعم يا سيدي كل شيء جاهز. هيها قدامي. طيب منيح تعال خذها بكرة بتكون جاهزة. شيك؟ لا 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 ما بفضل. كاش يعني معقولة. نقدي أحسن. بكون أفضل ما أنت عارف يعني. أهلين أهلين. لا والله أنا ما بقدر أجي على الغداء لأنه في جماعة صاروا عازميني. إحنا بخدمة الناس الطيبة يا سيدي. مع السلامة مع السلامة. ايش فيه؟ والله يا سيدي في إنا معاملة صار لها شهرين عندكم. شو اسمك؟ زكي فهمان. زكي وفهمان؟ والله يا بيك تحت أمرك. أعطيني هالكرت. تفضل. أي مارق علي. أيوه والله يا سيد زكي هاي معاملتك بدها تعب بدها شغل كثير بدها تسكيرة باب فهمتني؟ ولو يا بيك إذا على تسكير الباب أنت تأمر أمر على راسي على نفوخي بطبق الطبق. طيب سكر الباب الأول. يعني ما تعرف الحيطان لها أذان. معك حق تأمر أمر.